الدنيا اتغيرت خالص طبعا، مفيش شك. الفيلم نفسه اتغير، الفيلم النهارده بقى بيجي لنا ديجيتال. السينما الفيلم كان زمان ريلز كده، ب 12 علبه والعلبه فيها فيلم بليكول ده سيلولويد. كل ده اتغير يعني، كل ده اتغير. النهارده السينما اتغيرت، اسلوب العرض نفسه اتغير. مفيش ده، مفيش طبعا شك ان في سوشيال ميديا دخلت علينا والافلام اديكم شايفين. فالفن السينمائي كله اتغير، وبالتالي شكل المهرجان لازم يتغير. واحنا سافرنا بره وشفنا كذا مهرجان. كنت بسافر الفتره اللي بعدت فيها عن المهرجان، كنت برضو متواجد في مهرجانات دوليه واخرى وشفت الدنيا اتغيرت ازاي. فده كل ده بعمله انترودكشن للمهرجان بتاعنا. طبعا في حاجات كتير مختلفه وجديده في الدوره دي. احنا بنتكلم عن دوره بتحمل اسماء تقيله جدا من صناع الافلام، قلما يجتمعوا في دوره مهرجان واحد. بنتكلم عن دوره بتفتتح بفيلم قد يكون لاهم مخرج على الساحه العالميه دلوقتي، المخرج ستيفن سبيلبرج في عرض الشرق الاوسط الاول في مصر. بنتكلم عن دوره فيها مخرج حجم بيلا طارق بيعمل ورشه عمل مع شباب السينمائيين. بنتكلم عن اول منصه لتطوير الفيلم القصير في مهرجان دولي بحجم مهرجان القاهرة بالتعاون مع مي منعوم. بنتكلم عن الاهتمام بالبيئة من خلال ورشة صناعة الأفلام الصديقة للبيئة. أعتقد في ملامح كتير جدا مختلفة. احنا عنا لجنة التحكيم متكونة من ثلاث أعضاء اللي هما ثلاث ستات مميزات، وهذا مهم جدا وفخورة بهم. ماريت ريسنبيك اللي هي المديرة التنفيذية لمهرجان برلين الدولي، فيولا شفيق الكاتبة والمخرجة والأستاذة المصرية، ورجاء العماري المخرجة التونسية. بالنسبة للقسم هذا هو بالنسبة لي من أهم الأقسام المهرجان، عشان هو القسم اللي هو يمول أفلام اللي راح تطلع بعد. يعني الأفلام هذه بنحضرها عشان بنساعدهم المخرجين والمنتجين العرب بيعملوا أفلامهم للسنوات الجاية، وهذا المستقبل السينما الجاي يعني، والأفلام اللي راح تجينا.